اللي لسه مكملين اخبارنا معاها. ومنتخب مصر للسيدات لكره السله خسر للاسف من منتخب السنغال بنتيجه 63-78 في مباراه الجوله الثانيه للمجموعه في بطوله الافرو باسكت لكره السله المقامه في الكاميرون. المباراه شهدت تعرض رنيم الجداوي لاعبه منتخبنا للاصابه، بنتمنى طبعا ليها الشفاء والتواجد في مباراه بكره. منتخبنا كان فاز امبارح على منتخب غينيا عشان يتاهل منتخبنا لدور الثمانيه كوصيف للمجموعه، وبالتالي هيكون بيواجه منتخب تونس بكره في مباراه دور الثمانيه، واكيد مباراه صعبه جدا جدا في طريق ومشوار المنافسه على التاهل للدور قبل النهائي والمنافسه على مركز متقدم. امبارح كانت بعثة منتخبنا الوطني لكرة السلة للسيدات واجهت صعوبات كمان كبيرة في مباراة الكاميرون بعد انقطاع الكهرباء مساء في فندق الإقامة وفصل شحن هواتف البعثة المصرية، وكان صعب كمان التواصل معهم امبارح، لكن كان في اطمئنان من الاتحاد المصري لكرة السلة على البعثة وعلى اللاعبات. يعني ظروف كده كمان كانت خاصة بقبل المباراة نقرب أكتر كمان منها ونطمن على البعثة الوطنية. معانا كابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة. مساء الخير على حضرتك يا كابتن. مساء الفل، ايه الاخبار؟ انا كويسه الحمد لله، منورنا كالعاده. الحمد لله الحمد لله. طيب في البدايه كده نطمن على بعثه منتخبنا الوطني لكره السله سيدات متواجده في الكاميرون والظروف الاقامه هناك، يعني تفاصيل اكبر كده، احنا بنقول هيدلاينز بس اكيد حضرتك معاك بعض الكواليس عن الظرف الغريب اللي مر بيه لاعبتنا يعني او بعثتنا بالكاميرون. بصي امبارح يعني لقينا مره واحده ما فيش تواصل مع الفريق، و يعني توقعنا ان في حاجه، يعني مش حاجه وحشه بس في حاجه حصلت هناك في مقر الاقامه، لغايه ما المدير الفني كابتن ايهاب الالفي والجهاز الفني تواصلوا معانا ان الدنيا كله العداد كلهم بخير، مفيش مشاكل، النور حصل انقطاع للتيار الكهربائي، فطبعا ما قدروش، الكومات كلها فصلت شحن، مش قادرين يتواصلوا معانا، لكن النهارده تم التواصل، اطمئنينا على كل البعثه الحمد لله. راحوا لعبوا الماتش، خساره يعني شبه متوقعه، احنا عارفين مستوانا مع مستوى السنغال، السنغال ونيجيريا كانوا هم اول وثاني بطوله افريقيا في 2019 واحنا كان ترتيبنا السابع، طموحنا ان احنا نوصل لمركز متقدم زي ما حضرتك قلت كده، يعني وتحديدا ان احنا نوصل لقبل النهائي. ان شاء الله عندنا بكره مباراه مهمة تونس، لو تخطيناها واحنا يعني كلنا يعني متوقعين او عشمانين او عارفين رجولة البنات، يعني هم هيلعبوا بكره زي الرجاله بالظبط، عارفين وعارفين ان البنات عارفين بأهمية المباراة، وان هي خطوة كبيرة جدا للدخول لدور الثمانية، ومن دور الثمانية نوصل الاول دور الثمانية وبعدين نتكلم هنقابل مين. لكن البنات كلها يعني تقريبا اللي بيحصل لغايه دلوقتي احنا كنا متوقعينه كجهاز فني ومجلس اداره ولجنه فنيه ولجنه انتخابات، وان شاء الله بكره يعملوا حاجه كويسه باذن الله. طب رنيم الجداوي كده حضرتك تطمنا عليها، اخبار الاصابه بتاعتها ايه، وهل هي سهل ان هي تكون بتلحق مباراتنا امام منتخب تونس ام لا؟ بصي ما عنديش ابعاد الاصابه كلها، بس انا متاكد ان الجهاز الطبي هيشتغل يعني باقصى امكانياته ان هو تكون رنين موجوده، رنين عنصر مهم جدا للمنتخب، لكن البنات الموجودين انا متاكد ان هم يقدروا لو لا قدر الله يعني انها مش هتبقى موجوده بكره، البنات كلهم هيقدروا يسدوا غيابها، يعوضوه ويعملوا مباراه كويسه، لكن انا متخيل ان بنسبه كبيره ان شاء الله رنين هتبقى موجوده ان شاء الله. طيب حضرتك اتكلمت في بدايه الحديث ان خسارتنا امام منتخب السنغال كانت الى حد ما متوقعه من حيث التاريخ ومن حيث الترتيب الافضل للمنتخبات، امام منتخب تونس تقربنا اكتر عن المستوى الفني، هل هي مباراه ند بند في ايه، يعني ايه ظروف المباراه فنيا، مين ممكن يكون الاقرب بالحسابات بالورقه والقلم؟ نظريا احنا يمكن اعلى شويه، لكن انت عارفه كل مباريات الشمال الافريقي ديت والدول العربيه بيبقى ليها زي ديربي كده طابع خاص، ومصر طبعا باسكت بولي هاندبول في تنافس على طول بيننا وبين الشقيقه تونس، فنظريا حاجه، لكن اللي في الملعب حاجه ثانيه. البنات قبل ما يسافروا كان الدكتور مجدي بفريخه رئيس الاتحاد، وانا
بعد اعضاء مجلس الاداره يعني رحنا لهم زياره وقلنا لهم انتوا الحاجه الوحيده اللي ضامنها مجهودكم وروحكم، يعني اي حد بينزل الماتش الحاجه الوحيده هو اللي ضامنها مجهوده وروحه، ايه اللي هيحصل في الماتش يعني ده بايدين ربنا، موت نفسك اعمل اللي عليك، طلع كل مجهودك في الملعب والباقي على ربنا، وربنا يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. ان شاء الله باذن الله يكونوا بيعملوا اللي عليهم باكمله، وده يكون كافي ان هم يكونوا بيقدروا يحققوا المطلوب وهو الفوز والتاهل الى دور الثمانيه. طيب الجماهير المصريه بتطمع دايما في مكان على المستوى الافريقي، دايما بنحس انه متوقع ومن حقنا ان احنا نكون متواجدين على الافضل، على يعني راس المنتخبات المتالقه في القاره السمراء، جايبين بقى لنا سنوات يعني أسرة السلة طمعانة في إيه مع منتخب السيدات اللي موجود دلوقتي في البطولة؟ بصي إحنا منتخبات السيدات عموما إحنا اشتغلنا أو ركزنا معاها في فترة يعني يمكن من 2009 2010 ابتدينا نركز مع منتخبات السيدات، ما كناش موجودين على الترتيب العالمي، دلوقتي إحنا بنتكلم في يعني حاجة و50 أظن أو 61 60 حاجة كده، فحصل تطور كبير جدا في الترتيب، اعتقد ان وصولنا لربع النهائي قبل النهائي هيدينا قفزه كبيره جدا في الترتيب، خطوه مهمه جدا. الاتحاد الافريقي وكل المسؤولين هناك بيقول ان الخطر القادم على افريقيا هي مصر، شايفين ان احنا على طول منتخبات الناشئات شغاله وبيطلع من عندنا بنات مميزات جدا، عندنا يعني احنا المنتخب ده ناقص ميرال اشرف اللي موجوده في امريكا، وناقص نسمة عبد الرحمن موجوده في امريكا، ناقص لوجي موجوده في امريكا، فعندنا يعني للاسف ان احنا المنتخب ده ناقص بعض العناصر المميزه جدا لوجودهم في الجامعات الامريكيه، اللي هو يعني صعب من انضمامهم للمنتخب مش توقف دولي طبعا. لو كان في الفتره الطبيعيه للبطوله اللي هي شهر 7 8 أول تسعة حتى كان ممكن البنات دول يتواجدوا معانا، فاحنا ماشيين بخطوات مميزة جدا في حتة المنتخبات السيدات والناشئات، وأعتقد إن المنتخب الموجود ده وراه خط كمان، وراه يعني جيل طالع مميز جدا اللي كانوا في كأس العالم الفجر، أعتقد المستقبل المباشر جدا بالنسبة لقطاع السيدات بإذن الله. طيب اسكندرية هتكون بتستقبل 17 نادي بجانب طبعا الاتحاد السكندري صاحب البيت في يعني استضافتنا للبطولة العربية لكرة السلة، فأبرز استعداداتكم لاستضافتنا لهذه البطولة كاتحاد، وكمان هل هو تحدي عدد الأندية؟ يعني دايما بنشوف أكيد بتكون الحسابات مختلفة مع زيادة عدد الأندية في أي منافسات دولية. بصي هو المنظم هو الاتحاد السكندري وليس الاتحاد المصري لكرة السلة، لكن احنا كل الدعم وكل الطلبات اللي طلبها منها نادي الاتحاد السكندري احنا كانت ايه ابرزها فيها. كانت ايه ابرزها يا كابتن محمد؟ يعني مثلا مطلوب عدد حكام اضافي في المباريات، الاتحاد العربي طلبوا مننا يعني عدد الحكام، البطولة دي أكبر عدد من الفرق أو الأندية هتشارك في البطولة اللي هو 18 نادي، أنا مش فاكر إن في بطولة وصلت للرقم ده. 18 نادي. الإسكندرية طبعًا يعني عاصمة كرة السلة، بتتزايم لاستقبال العرس الكبير ده، 18 نادي من مختلف الدول العربية، حدث كبير جدًا، هيتلعب على ملعبين، برضه ما أظنش أو ما أفتكرش إن حصل لعب على ملعبين في بطولات عربية للأندية قبل كده. الاتحاد العربي طلب مننا حكام ومراقبين اضافيين عشان يعني نسد الطلبات بتاعه اقامه المباريات على الجانب التحكيمي والجانب الفني. الاتحاد السكندري طلب برضو بعض الحاجات الفنيه في الملاعب قدمناها، نتمنى كل النجاح اولا للبطوله العربيه لانها هتبقى في وش مصر، ونتمنى النجاح والتوفيق ان شاء الله لممثلي مصر في البطوله، نادي الاتحاد السكندري بطل الكاس ومنظم البطوله، ونادي الاهلي السكندري اللي هو النادي الاهلي اللي هو كان وطيف البطوله الكاس السنه اللي فاتت.
فرصنا كأندية مصرية وناديين كبار يعني على مستوى السلة، الاتحاد السكندري والنادي الأهلي، على شكل منافسة العربية، يعني توقعات حضرتك إيه اللي ممكن يكون بيظهر؟ بنتكلم عن أندية مرموقة جدا في عالم السلة، هيكونوا بيجوا من دول عربية كتيرة، يعني من لبنان ومن الإمارات ومن قطر ومن تونس ومن المغرب، السودان، اليمن، مش عايزين ننسى أي دولة عربية شقيقة، ولكن كتير جدا نجوم هيكونوا موجودين على أرض اسكندرية في هذه البطولة. بصي، الانديه العربيه كلها مدعمه بلعيبه على مستوى عالي جدا. الكويت الفريقين اللي جايين معاهم تدعيمات قويه جدا، لاعبين عرب او اجانب. انديه قطر برضو نفس الكلام. لبنان على طول نادي بيروت طبعا مميز جدا وفريق قوي جدا. السعوديه كمان فيها تونس الجهره برضو جاي قوي جدا. فاعتقد انا اظن كده ان البطوله يعني ليست بس من عدد الانديه انها هتبقى الاقوى، لكن هتبقى الاقوى من حيث التنافس. الظروف مهيئه للعب لكل الانديه في اظن ان شاء الله ظروف ايجابيه. هيلعبوا ما بين ملعب نادي الاتحاد السكندري في الشاطبي او طالب برج العرب الجديده. فانا متخيل ان البطوله هتطلع شكلها حلو جدا. الاستاذ محمد مصالح رئيس النادي والاستاذ حازم الرجال مدير البطوله، انا عارف ان هم شغالين يعني نهارا وليلا على قدم وساق ان هم يقدموا بطوله في احسن شكل لتشرف نادي الاتحاد والاتحاد المصري وطبعا مصر الاهلي باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن محمد، دايما بتنورنا كده وموفقين باذن الله. يعني توقفات طيب بتحصل وبطولات وحاجات كتير، مسؤوليات طبعا مع انتظام وكونسبت انتظام المسابقه المحليه، فبنتمنى لكم اكيد التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا الكابتن محمد عبد المطلب.